برحب بكل اللي بيشوفونا على شاشة LTC، فقرة جديدة متميزة من فقرات أستاذ في الطب. مين فينا ما بيعانيش من مشكلة زيادة الوزن؟ وكتير مننا للأسف بيدخلوا دايما في الدوامة دي، لكن الأخطر من ده المرضى اللي بيعانوا من أوزان بتهدد حياتهم بالخطر، وأحجامهم بتكون للأسف دايما بيعيشوا في قلق وتوتر وما بيعيشوش حياتهم بشكل طبيعي، ودايما كمان عايشين جوه السجن أوزانهم الزايدة عن الحد وأحجامهم الكبيرة، وبالتالي هنا بيدخلوا دايما في دوامة السمنة المفرطة. نقدر نتكلم عن السمنة المفرطة وقد ايه ممكن تهدد حياة المريض نفسه، تفاصيل اكتر عن السمنة المفرطة، وكمان هنتكلم عن بالون المعدة وتفاصيل اكتر عن بالون المعدة مع ضيفي العزيز المغني في الاستوديو دكتور علي نجيب، استشاري جراحات المناظير والسمنة، عضو الفيدرالية الدولية للسمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور. منورنا في لقاء متجدد من استاذ في الطب، وبنتكلم عن السمنه المفرطه. وكلمني بقى يا دكتور عن الحالات اللي بتيجي لحضرتك، هنا بيكون عندهم مشاكل ما بين امراض ممكن تمنعهم من عمل العمليه دي، او يكون عندهم تخوف من عمل العمليه دي. فأهم حاجه يا دكتور، اول لقاء بين الدكتور ومريض السمنه المفرطه بيكون ازاي، وازاي حضرتك بتحدد العمليه المناسبه ليه؟ طبعا احنا اول حاجه المريض لما بيجي لنا في العياده اول حاجه بنشوف طبعا وزنه، يعني بنشوف الميزان، الوزن، الطول قد ايه، عشان نحسب له معدل كتله الجسم بتاعه. لو معدل كتله الجسم بتاعته فوق ال 30 وعنده مشاكل صحيه زي الضغط، زي السكر، زي مشاكل في العمود الفقري، زي مشاكل مثلا هيعمل تغيير مفصل او حاجه زي كده، ودكتور العظام قال له لازم تنزل في الوزن قبل ما نعمل العمليه عشان ما تفشلش، كل المشاكل دي نبتدي احنا نبص عليها ونقيمها ونختار له الانسب ليه ايه بالظبط. يعني زي ما انت قلت كده، مثلا اللي في ناس اوزانها كبيره جدا، حتى مش الاوزان العاديه، يعني احنا ممكن نشوف 200 كيلو 250 كيلو 300 كيلو، بتشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده. تلاقي مثلا مريض ما بيعرفش ينام، ما يقدرش ينام، لو نام ورجع ظهره على السرير يتخنق. اوكي. فده تلاقيه ازاي قاعد طول اليوم بيحط ركبه على الارض وينام بوشه على السرير. يعني انا الحاجات دي شفتها حتى في جوه المستشفى، تلاقي المريض جاي نام عشان بص عليك، لا مش قادر، لو نمت على ظهري هتخنق، مش هقدر اخد نفس. يعني هو بيعاني مش كمان في الحركه وفي الاكل، او كمان مش عارف في طريقه النوم نفسها. انت متخيله يعني واحد حياته مش عارف ينام، ما بينامش، يعني واحد لو قعد على السرير ونزل ظهره على السرير يتخنق. هي مشكلة كبيرة جدا، بيحصل له كرشة نفس كبيرة وما يقدرش ياخد نفس، فتلاقي حتى يعني ركبه نفسها تعبت من ما هو قاعد على ركبه على طول، بينام على ركبه مش قادر ينام زي البني ادمين الطبيعيين. حاجة تانية مثلا، شفت مثلا مريض 18 سنة ووزنه فوق ال 200 كيلو، 18 سنة وزنه فوق ال 200 كيلو، 3 سنين ما نزلش فيهم من البيت، 3 سنين ما نزلش، لا راح مدرسة ولا راح أي حتة ولا راح كلية ولا راح أي حاجة. يعني 18 سنه يعتبر يصنف طفل، يعني طفل يعتبر طفل. يعتبر طفل وما بينزلش من البيت، 3 سنين ما خرجش من البيت، يعني متخيله لما ده واحد ده مش حياته اصلا، يعني خلاص هو زي ما انت قلتي كده هو مسجون جوه الجسم اللي هو فيه. يعني الوزن العالي جدا ده سجن ليه، فهو لازم ساعتها لازم يعني كان اللي هو يا اما اهله يا اما حد من اللي حواليه يبتدي يوجهه ان هو يعمل حاجه زي كده. طبعا هو اتاخر على ما يعمل حاجه زي كده، قعد 3 سنين او 4 سنين ما بيتحركش، ما فيش، مش طبيعي ان الواحد يقعد 3 سنين او 4 سنين. 3 سنين يعني ده يعتبر بطل ان هو استحمل 3 سنين. حقيقي كانه في سجن زي ما انت بتقولي، هو كانه في سجن، واحد مسجون ما بيخرجش من البيت، ما بيعرفش ينام، قاعد ما بيعرفش ينام حتى، ما بيعرفش يمارس اي حاجه في حياته. طب يا دكتور، يعني الحمد لله دايما بنشوف في خلينا نقول الطب دايما بنشوف كل جديد وتطور دلوقتي، او خلينا نقول زمان كان في بقى جراحات فتح ومشاكل بقى كبيره، دلوقتي الموضوع اتغير بقى بالمنظار، التدخل الجراحي بقى بالمنظار، والموضوع تقدم بشكل كويس جدا. هنا يا دكتور كلمنا بقى عن المميزات دي، مميزات المنظار ان كمان بقت مريحه بالنسبه للمريض وكمان للدكتور. ميزات هنا المنظار في الموضوع ده بيكون ده، يعني خلينا نقول انه ما بقاش في تخوف زي زمان، ولا الموضوع اتغير ولا ايه؟ لا طبعا، كل عمليات السمنه دلوقتي اللي بتتعمل كلها بمنظار جراحي، يعني الحالات اللي ممكن تعملها بفتح جراحي دي بيبقى حالات خاصه، بيبقى هو كان عامل على كذا عمليه قبل كده بفتح جراحي، فبيبقى في التصاقات جامده جدا، بتبقى صعب ان انت تخش بالمنظار. اما في 99% من عمليات السمنه اللي بتتعمل دلوقتي بتبقى كلها عن طريق المنظار. ده نتيجه حتى الاوزان اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي هي فوق 200 و300
300 كيلو والكلام ده كله، حتى دي كان زمان عندنا تخوف ان احنا نعملها من منظار، دلوقتي تعمل من منظار عادي جدا. تمام. فكره المنظار ان التطور رهيب جدا حصل في ادوات المنظار وفي المنظار نفسه وفي العدسات في الدباسات، انواع الدباسات بتاعتنا، حتى بقى في اختلاف انواع الدباسات، يعني بقيت تسمع عن تراي ستيبلر اللي هي الدباسات الثلاثيه والدباسات العاديه، كذا نوع من الدباسات، بيفرق اختيارها على حسب المريض، يعني بيفرق اختيارها على حسب المريض. اوكي، النتائج بقى هنا بقى بالفرق بينهم، حضرتك اتكلمت عن الفرق بينهم، عايزين بقى نتكلم عن النتائج. النتيجه في العمليات المنظار ان هو اول حاجه ما بقاش فيه جرح كبير، ما بقاش فيه جرح في البطن زي مثلا التدبيس اللي كان بيبقى شق بطول البطن، جرح كبير جدا ممكن يحصل عليه مشاكل، يعني ممكن تلاقي الجرح نفسه حصل فيه مشاكل زي الفتح، حصل فيه التهابات، حصل فيه صديد، كل الكلام ده كله كان بنشوفه مع حالات العمليات الجراحيه، الفتح الجراحي. اما مع المنظار ما بقيناش نشوف المشاكل دي خالص، هو جرح صغير جدا اقل من سنتي، ما بيحصلش عليه مشاكل، ما بيحصلش فيه التهابات، ما بيحصلش فيه الكلام ده كله، سهل جدا ان هو يعني يلم بسرعه وما يسيبش اي اثر ليه. تاني حاجه ان فرق بين الجراحه والمنظار ان المريض اللي عمل الجراحه وفتح في فتح في العضلات، في فتح في البطن، ما بيقدرش يقوم يمشي بسرعه، ما بيقدرش يعني ياخد فتره نقاهه سريعه. اما المريض المنظار ده بيروح يعني تسيبهم في المستشفى بالعندي عليه، بعد ساعتين ثلاثه من العمليه بيكون بيتمشى في المستشفى، يعني بيلف في المستشفى، يتحرك عادي خالص، يخش حمام، يتحرك، ما فيش مشكله خالص. بعد اقل من 24 ساعه بيخرج من المستشفى ويقدر يمارس حياته الطبيعيه، يعني ممكن يومين وينزل الشغل بتاعه عادي. اليوم اللي بيروح فيه في البيت يعني الستات كتير بتسالني، انا عندي مثلا اولاد وبخدمهم يعني باللفظ العام، بقول لها لا عادي هتروحي اليوم اللي بعد العمليه ده تقدري تقومي تخشي المطبخ، تخشي البيت، تحركي، تعملي اللي انت عايزاه، يعني بتمارس حياتها بشكل طبيعي. ما هي دي بقى قيمه المنظار، ان انت بتقلل فتره كبيره جدا بتاعت الريكفري، او اللي انت تقدر تقوم ترجع حياتك الطبيعيه. المنظار بيفرق جدا فرق رهيب، يعني ممكن تلاقي واحد قاعد اسبوع او اسبوعين في السرير، وواحد خلص العمليه وروح اليوم اللي بعده نزل الشغل. اوكي، طب يا دكتور بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في المراره، حضرتك بتتكلم بقى في المنظار، هل المنظار هنا بيكون عادي ممكن يعمل العمليه بشكل طبيعي ولا ممكن يقابل بعض الاصابات في تمام، وانت داخل جوه البطن بالمنظار ممكن ساعتها تعمل المراره. بس المفضل ان انت تعمل كل عمليه على حده، بس لو انت مثلا المريض ده بيشتكي من المراره، عنده مشاكل في وجع، في سخونيه، في تعب منها، بتشتكي منها من الحصوات اللي عنده، فالافضل ان انت تعمل الاثنين مع بعض عشان يتخلص من المشكله اللي عنده ويعمل عمليه تكميم. اما لو هو مثلا الحصوات اللي في المراره دي طلعت عن طريق الصدفه وانت بتعمل له الاشعاعات او الحاجات اللي قبل العمليه البري اوبرتيف العاديه خالص، لو مثلا عملت له سونار فطلع فيه حصوات في المراره وهو ما اشتكيش منها، الافضل ساعتها تقول له لا خلاص خلي المراره دي بعد العمليه، يعني بعد عمليه التكميم، بعدها بفتره ممكن نعمل المراره، تمام انت ما بتشتكيش منها ومفيش مشاكل، فما فيش داعي ان انا اعمل لك عمليتين في وقت واحد واطول الوقت عليك. طب يا دكتور يعني تكميم المعده، مين المرضى اللي بيتناسب معاهم تكميم المعده، ومين كمان المرضى اللي بيتناسب معاهم تحويل المسار والفرق بينهم؟ طبعا هي تكميم المعده هي العمليه الاشهر او الاوسع استخداما او الاوسع انتشارا في العالم كله. ليه؟ لان هي يعني تعتبر مناسبه لكل الناس، حتى من سن صغير بنتكلم في 10 سنين لحد ممكن 70 80 سنه، طالما صحته بتناسب ان هو يخش العمليات. كل التكميم منتشره جدا، ما فيهاش قصه ان احنا ناخد كالسيوم وحديد وفيتامينات اكتر من تحويل المسار فترات طويله، يعني تاخدها 6 شهور او كده. اوكي، اختيارنا للتكميم بيبقى معتمد على المشاكل الصحيه بتاعه المريض او لا، هل هو مثلا عنده مشاكل في المعده، هل اشتكى من مشاكل في المعده، هل في ارتجاع في المريء، لو في ارتجاع في المريء بيبقى الافضل او الانسب ليه هو تحويل المسار. هل هو بيعاني من سكر، عنده سكر من النوع الثاني، لو هو عنده نوع سكر من النوع الثاني هل بياخد له قرص ولا بياخد له حقن زي الانسولين، هل هي بقى لها فتره قصيره يعني لسه مكتشفه جديد ولا بقى له 10 او 15 سنه، كل ده بيخلينا نميل اكتر لتحويل المسار، لان تحويل المسار بيبقى نتائجه احسن كتير في السكر، بالذات الناس اللي عندها سكر بقى لها فتره كبيره وبتاخد لها انسولين، بيبقى احسن له بطريقه كبيره جدا او توصل ل 97% نسبه نجاح ان هو يخف من السكر خالص مع تحويل المسار. تمام، يعني طب حضرتك قلت النتائج بتكون افضل وبتكون عمليه فيهم، وكمان هل ممكن يكون في بعض المشاكل او المضاعفات بعد فتره ولا لا؟ هو احنا عامه في عمليه السمنه بننزل حوالي 80 بننزلهم في قد ايه؟ بننزل في حوالي 6 شهور لسنه، يعني ده الرينج اللي عشان نوصل لوزننا الطبيعي او وزننا المثالي. في اول شهر بننزل كميه كبيره جدا، بياخد حوالي 12 ل 20 كيلو، ده رينج بين في ناس الناس اللي وزنها اكتر بتنزل اسرع. اوكي، يعني لو واحد مثلا وزنه 150 كيلو لو عمل عمليه ممكن تلاقيه في اول شهر نزل 20 كيلو. لو واحد وزنه 100 كيلو بعد اول شهر ممكن تلاقيه نزل 10 كيلو. يعني كل ما زاد الوزن كل ما زاد السرعه، لان جسمه بيبقى محتاج اكتر، ففجاه بيقلل له كميه الاكل فبيحرق اكتر. فكل ما الوزن زاد كل ما سرعه النزول في الوزن في اول كام شهر بتبقى اكتر.
تمام اوكي. ده عشان هنا نتفادى اي مشاكل واي مضاعفات. طيب ازاي بيتم او بتتم المتابعه ما بين المريض والدكتور بعد العمليه؟ احنا طبعا في المستشفى نفسها بنتابع المريض. بيبقى في دكتور قاعد مع 24 ساعه وانا الدكتور اللي عمل العمليه اللي هنا بعدي على المريض. ممكن بعد 4 ساعات اعدي على المريض نخليه يبتدي يشرب. ده طبعا الناس بتستغرب، انت المفروض ان احنا قصين المعده وملبسين المعده، فانت ازاي تبتدي تشرب المريض بعد 4 ساعات؟ المفروض يعني على الاقل يقعد يوم كامل او حاجه زي كده. فلا، احنا طالما احنا جوه العمليه احنا بنطمن على الدباسات بتاعتنا. قص المعده ده بيكون عن طريق الدباسات الجراحيه عشان نطمن ان مفيش اي مشكله في المعده دي، ان مفيش تسريب، مفيش اي مشكله في الدباسات ما قفلتش كويس او حاجه زي كده. بنعمل حقن لماده معينه اسمها ميسيلين بلو، اسمه ميسيلين بلو تيست. بنعمل يعني صبغه زرقاء كده، نقفل مجرى المعده وتنفخ لنا الماده قدامنا. طبعا الماده منفوخه قدامي، مش شايف اي تسريب من الماده دي، يبقى مفيش مشكله في الدباسات. تمام. الحمد لله احنا حتى جوه العمليه ما بنشوفش ان في مشكله، يعني عمرنا ما عملنا التيست ده وطلع فيه تسريب. اوكي. ده نتيجه ان احنا بنستخدم نفس الطريقه وبنستخدم دباسات كويسه والكلام ده كله، بس لكل عمليه بنعمل فيها التيست ده عشان نبقى مطمنين واحنا خارجين ان مفيش اي مشكله قبل ما نخرج. طب يا دكتور كلمني بقى عن بالون المعده. وهنا بالون المعده بيكون لوزن معين، تفاصيل اكتر عنه، ايه هو اصلا او ايه هي بالون المعده؟ هي بالون المعده ببساطه كده بتتعمل عن طريق منظار الفم، مش عن طريق منظار جراحه. بتخش منظار الفم، بندخل زي كيس او بالون كده وبيتحقن، يا اما سائل يا اما هواء على حسب نوعه ايه. هي فكرة او شهرة البالون ايه؟ ان هو دايما الناس بتروج له ان هو اسهل بكتير من عمليات التكميم او التحويل. بيبقى عن طريق ان تخش جوه المعدة، هو بياخد حيز من المعدة. هي فكرة البالون ان انا اخد حيز من المعدة، اصغر حجم المعدة، كمية الاكل اللي بتخش لنا قليل. فهو شهرته جت من ان هخش 10 دقايق مش هيبقى فيه عملية، مش هيبقى فيه بنج كلي، مش هيبقى فيه مشاكل، هخش انفخ البالون تاخد حيز المعدة فانت هتشبع، تاكل اي كمية. بس للاسف ان احنا شفنا من البالون مشاكل كتير جدا. اولا انت بتخش تحط المعده دي جوه تحط البالون جوه المعده، فالمعده بتفضل تنقبض على البالون، في جسم غريب جواها، في انقباضات مستمر، في تقيء مستمر. ممكن تلاقي مريض في اول اسبوع او اسبوعين يقول لك انا مش مستحمله. تمام. يعني دي مشاكل بقى هنا بالون مشاكل طبعا البالون. هي دايما بقول لك شهرتها في سهولتها، في سهولة اجراها. بيقول لك 10 دقايق وهتخش تحط البالون وتطلع مش هتقدر تاكل. بس الناس ما بتبقاش اورينتد قوي بالمشاكل بتاعه البالون اللي احنا شفناها في حالات كتير جدا كمان، مش نسبه قليله. هل يا دكتور بيكون ليها انواع ولا لا؟ هي ليها انواع، في روسي وفي الماني وفي امريكاني، في كذا نوع للبالون، بس كلهم ما يفرقش النوع في القصه اللي انا بقولها لك دي. اوكي. ان الواحد ممكن ما يستحملش اصلا البالون، يعني ليه التهابات المعده، الانقباضات بتاعت المعده على البالون، كل ده حاسه بجسم غريب عايزه تلفظه براها. فبيبتدي يبقى في قيء مستمر، في وجع جامد جدا في فم المعده. المريض ممكن يجي يقول لك انا مش قادر، مش مستحمل اشيلها لي، مع ان هي المفروض وقتها مش اقل من 6 شهور بتتحط في المعده. يجي اول اسبوع ما يستحملهاش ويشيلها، فده يعني اول مشكله ممكن تقابله. تاني مشكله ان زي ما قلت لك كده القرح لالتهابات المعده، يعني اللي هو استحمل وسابها ممكن تعمل التهابات معده جامده، ممكن تعمل له قرح، ممكن توصل لحتى ثقب في المعده. يعني شفنا حالات جات لنا بثقب في المعده نتيجه البالون المعده. تالت حاجه ان ممكن السائل او الهواء اللي جواها ده يفضى شويه او يقل شويه، فتبتدي البالون تنزل تخش المجرى الطبيعي بتاع الامعاء وبتاع، فيعمل انسداد في الامعاء، ودي حالات شفناها يعني، ودي ساعتها بتبقى مشكله كبيره جدا ان انت تحصل انسداد في الامعاء وتحتاج بقى تخش عمليه وفتح جراحي واستئصال لجزء من الامعاء. كل دي مشاكل المعده. بس هي الناس بقى تبتدي تقول لك انا خايف اخش عمليه فما عملتش تكوين، ما عملتش ما بقتش بتحبها. يعني ناس كتير جدا هو الفكره فيه، هو يقول لك انا خايف اخش عمليه فاروح اعمل حاجه سهله، اعمل حاجه سهله وبسيطه ومش عارف ايه، وفي 10 دقايق بيبص يلاقي مشاكلها اكبر بكتير من العمليه. تمام. طب يا دكتور بالاضافه للمشاكل الصحيه دي بتفشل مع ناس كتير جدا بخصوص الوزن. ليه بقى؟ ليه؟ لان هم بيبقى الاختيار من الاول غلط. ليه؟ لان هو معدل كتله الجسم بتاعته اعلى من 30، اعلى من 30 ده يعني هتلاقي المريض عايز يخس حوالي 30 او 40 كيلو، نتكلم في الرينج ده. طيب. في العادي البالون هتنزلك من 7 ل 10 كيلو. يعني البالون ده لو انت بطل وهتنزل كويس جدا معاها هتنزل من 7 ل 10 كيلو، فده مش في الاخر انت مش هتحس بحاجه، انت عملتها 6 شهور وشلتها ونزلت في الاخر كام؟ 17 كيلو، وانت محتاج تنزل قد ايه؟ حوالي 40 كيلو او 30 كيلو. فمش هتحس بفرق جامد اللي انت عملته. تاني حاجه انت دلوقتي شلت البالون من المعده، فالمعده بتاعتك خلاص حجمها الطبيعي رجع زي ما هو. غير ان انت جوه المعده دي احنا اتفقنا ان المعده بتنقبض على البالون، فجدار المعده نفسه او العضلات اللي في المعده نفسها بتكبر كانك بتمرنها، فبتكبر، فبيبتدي حجم المعده نفسه يكبر،
واحتياجات للاكل بتكبر اكتر، فكل ده بيؤدي لفشل النتيجه بتاعتنا. لان انت في الاول انت ما كنتش عايز تخش 10 كيلو ولا 7 كيلو، لو كنت عملتها وانت عايز تخش 7 كيلو او 10 كيلو كان ممكن تديك النتيجه دي. بس مع المشاكل اللي انت هتاخدها من البالون نفسها لو حصل لا قدر الله مشاكل. يعني يا دكتور، هنا بالون المعدة يعني غالبا بيفشل بعد فترة، وهنا الناس يعني غالبا اللي بيلجأوا لبالون المعدة بيكون وزنهم مش محتاجين يخسوا بشكل كبير جدا، ولكن ممكن تجيله نتيجة كويسة. أوكي. لو هو عايز يخش 5 كيلو 10 كيلو 7 كيلو في الرينج ده، لا ما بيكونش محتاج للجراحات، ما بيكونش محتاج التانية. اصلا الجراحة يعني هو لو جالي اصلا عشان يعمل عملية جراحة ما هقول له لا انت مش محتاج جراحة. بس حتى الاوزان دي انا ما بنصحهمش ان هم يعملوا البالون، لان شفنا منها مشاكل خطيره جدا يعني تكاد تكون كارثيه يعني. فما بنصحوش حتى ساعتها في الوزن ده، اما بنصحه اما يعمل شفط دهون يا اما يبتدي يتابع مع دكتور تغذيه يبتدي ينزل في الوزن. في مشكله موضعيه او سمنه موضعيه بسيطه يبتدي يعمل شفط دهون. تمام. يعني هنا بنضطر لو في الوزن زايد او في سمنه مفرطه حاجه نرجع للجراحات السمنه وتكميم المعده وتحويل. حاجه بسيطه، هو هيروح يعمل بالون وبعدها بست شهور هيجي يعمل تكميم او تحويل. فمن الاول احنا بننصحه ان هو ما ياخدش الريسك بتاع البالون وما يخشش في مشاكل وما يخشش في حاجات ملهاش لازمه ويعمل جراحه السمنه في الاول. وهو لو بص حواليه وشاف تجارب عملت بالون هيشوف النتائج اللي احنا بنقول عليها دي. طيب دكتور، احنا بما اننا بنتكلم عن تكميم المعده وتحويل المسار وحضرتك اتكلمت في نتائج هايله جدا وكمان يعني النتيجه بتكون في وقت قريب جدا. تمام. فاحنا معانا صور يا دكتور لحالات. اوكي، نشوف مع بعض. حضرتك بتقول تكميم المعده او تحويل المسار. دي كانت عامله تكميم معده. دي حالات لحضرتك. اوكي، عامله تكميم معده عن طريق فتحات برضو منظار صغيره جدا، كانت 119 كيلو ونزلت حاجه 60 كيلو 65 او حاجه زي كده. كانت 119 ونزلت حاجه 60 مش متذكر بالظبط، حاجه 60 او حاجه 70. تمام. ده في وقت قد ايه يا دكتور؟ ده في 6 شهور، في خلال 6 شهور. 6 شهور يعني حتى ما كملتش سنه. لا لا، في 6 شهور. هو احنا في العادي الرينج بتاعنا من 6 شهور لسنه، في ناس بتوصل لوزنها المثالي في 6 شهور وفي ناس بتوصل ممكن 8 شهور سنه على حسب قدره الجسم يعني على الحرق دهون. ده حسب قدره الجسم على حرق الدهون ولا على حسب النظام الغذائي اللي بيكون المريض ماشي عليه ومتابعته مع الدكتور؟ هو لا، هو على حسب قدره الجسم في الحرق اكتر، لان احنا في العادي ما بحبش نقول للمريض انت ماشي على نظام غذائي، والا كنا عملنا له بقى نظام غذائي كل الصبح كذا الغدا كذا. احنا ما بنعملش عمليه عشان امشي على دايت يعني، ما بمشيش على نظام. هو بياكل كل اللي هو عايزه ولكن كل حاجه بس ما هو بياكل كل اللي هو عايزه بس كميات قليله. ثاني حاجه احنا بنقلل دهون وسكريات في التكميم بالذات، دهون وسكريات بيقللها يعني بياكل حاجات مشويه اكتر، حاجات مستويه اكتر، حاجات كلها فريش، حاجات ما بيبقاش مسبكه قوي، الكلام ده كله. هو في العادي هو ما بيبقاش ليه رغبه قوي للاكل، كميات هياكلها قليله جدا وهتلاقي الكميه اللي بياكلها دي بتشبعه ما بيقدرش ياكل اكتر من كده. اوكي، احنا معانا كمان حاله ثانيه يا دكتور. انا بقى الحاله دي ده كان عامل تحويل مسار، دي صورته بعد 3 شهور كان نزل حوالي 45 كيلو. يعني هنا يا دكتور هو نزل 45 كيلو قبل العمليه. ده تحويل مسار. كان عنده مشكله سكر او كده ولا؟ كان عنده مشكله في البيض الانسولين واخترنا له تحويل مسار كانت انسب ليه. تمام. وكان هنا النتيجه انه هو طبعا خس بشكل كبير جدا، مرض السكر او مشكله السكر اتحلت عنده ولا؟ تمام، ما عادش بياخد انسولين والسكر متظبط تمام. اوكي. طب يا دكتور، يعني الحالات هنا بيكون الفرق واضح بشكل كبير جدا جدا، وهنا بنكون يعني كمان الموضوع هنا بيكون عامل نفسي بشكل كبير. هنا بقى معانا حاله ثالثه. دي كانت عامله تكميم، والصوره دي تقريبا بعد 7 شهور او 8 شهور كانت نازله لوزنها المثالي، وكانش عندها اي مشاكل صحيه غير المشاكل في المفاصل، يعني كان مشكلتها في المفاصل ووجع الظهر والكلام ده كله، فاخترناها التكميم كانت انسب ليها. يعني دكتور كمان باين ان هي اصغر في السن، يعني مش بس خس. طبعا، لان احنا بنخس من وزن الجسم كله ما بيبقاش من منطقه معينه، يعني الوزن كله بينزل، فبنرجع لوزننا المثالي شكلنا المثالي او شكلنا الطبيعي اللي احنا كنا عليه قبل ما ندخل. تمام. طب دكتور، الحالات دي بيكون هنا فرق واضح وشخص تاني كمان مش فرق واضح، بيكون في مثلا شرب الميه، فيتامينز معينه، هنا الموضوع ازاي بيكون بعد العمليه اللي هي طريقه المتابعه؟ ودايما يا دكتور بناكد على اهميه المتابعه ما بين الدكتور والمريض. هو مهم جدا ان احنا نشرب ميه او سوائل كتير جدا بعد العمليه.
لان احنا كميه الاكل بناكلها بتبقى قليله جدا، فما بتدينيش كميه السوائل اللي احنا بناخدها على مدار اليوم. فانا لازم اقول للمريض كده مش اقل من 2 لتر ميه وعصاير وشوربه وحاجات دافيه والكلام ده كله على مدار اليوم. لما تيجي تحسبها كده تلاقي ان انت شربت مش اقل من 2 لتر عشان ما نحسش بدوخه، ما نحسش بتعب، ما نحسش بارهاق، لان ده بيعوض كميه الاكل الكبيره اللي احنا كنا بناكلها ووقفنا عليها. فبعد العمليه احنا في الاول كده بنقول له يمشي على حاجات سائله اكتر اول 10 ايام، بعد كده بنبتدي تدريجيا ندخله الاكل. يعني بتبتدي الاول حاجات الزبادي، السوفت دايت، الحاجات دي، البطاطس المهروسه، الكلام ده كله. بعد كده بتدخل الاكل العادي بتاعه، فراخ، سمك، لحمه، تونه، اي حاجه من حاجات البروتينات والخضار والفاكهه بتاعته، مفيش مشكله. ده في خلال اول شهر. بعد الشهر ده نقول له كل اللي انت عايزه، اشرب اللي انت عايزه، بس اهم حاجه يبقى حاجات كلها سكر قليل ومفيش زيوت ودهون عليه. هنا دكتور ممكن ناس تخاف تقول لك طب انا كده ممكن يجي لي مشاكل وانيميا وادخل هنا في مضاعفات بشكل تاني، هل ده ممكن يحصل ولا لا؟ ملوش اي اساس من الصحه؟ لا، هو احنا بنعوض الجسم في اول كام شهر بالفيتامينز بتاعتنا. الفيتامينز ده بيبقى قرص واحد في اليوم لمده كام شهر، في 3 4 شهور او 6 شهور الناس لو طولت قوي عليه. ده بيعوض الجزء بتاع الفيتامينز بتاعتنا ده. طبعا بيلاقي فيه شويه تاثير زياده عن الفيتامينز اللي احنا بنديها، زي ما ضعف الشعر شويه، شويه تساقط شعر، بس كل ده بينتهي بعد ما بنوصل لوزننا المثالي. يعني احنا بنحاول نعوض الجسم في الجزء في الفتره بتاعه الايه، الخسسان او الدايت القاسي اللي احنا عاملينه. ان انت بدل ما كنت بتاكل مثلا نص فرخه بقيت تاخد حته فرخه جدا تشبع، بدل ما كنت تاكل سمكيه بقيت تاكل فص سمكه بتشبع. فده طبعا فرق كبير جدا من اللي هو كان بياكله وبياكل دلوقتي. فاحنا بنبتدي نعوض الكلام ده كله لحد ما يوصل وزنه المثالي. لما يوصل وزنه المثالي كميه الاكل اللي بياكلها هتفيد جسمه. طب هو يا دكتور بعد ما بيوصل للوزن المثالي سواء كان بعد 6 شهور او بعد سنه او بعد حتى سنتين، هنا بيتعامل ازاي مع الجسم؟ يقول لك طب انا هفضل اخس اخس؟ ده سؤال يعني بيشغل بال ناس كتير جدا. لا، هو في العمليات السمنه كلها زي ما قلت لك هو بنخس 80 ل 90% من وزننا الزياده. اوكي. يعني انا في 10% في الاخر كده الجسم بحتاج انا شويه مجهود عشان انزلهم، يعني بحتاج ممكن شويه رياضه، محتاج اظبط اكلي شويه، محتاج الكلام ده كله عشان انزلهم اصلا. يعني انا مش هوصل لوزن المثالي واخس زياده كمان عنه وابقى عايز اوقف. بالظبط كده، ادور ازاي اتخن تاني. لا، مش بيخش في حاله مرضيه، بالعكس ده هو في الاخر كده بيبقى في حوالي 5 كيلو 6 كيلو 10% بقى على حسب وزنه الزياده، هم دول بيعصلجوا معاه شويه، يبتدي بقى يعمل حاجات افورت زياده، شويه رياضه والكلام ده كله عشان يحرق الجزء الزياده. هنا بقى بيبتدي يركز ان هو لا خلاص انا بثبت الوزن على الوزن ده. هو ما بيعملش حاجه، هو بيمشي على النظام. بنمشي على النظام اللي احنا بنقول له عليه، ان هو ياكل اي حاجه ويشرب اي حاجه بس تبقى سكريات قليله او دهون قليله. بس هيوصل لوزنه المثالي وهيثبت عليه. طب يا دكتور عايزين نصيحه لكل المشاهدين اللي عندهم سمنه مفرطه وهم عاملين العمليه عشان يعيشوا بشكل طبيعي دايما ودايما يكونوا في وزن مثالي او يوصلوا له باسرع وقت. بالنسبه للعيانين اللي عاملين تكميم مهم جدا ان احنا نفهمهم ان ما ينفعش يبقى مدمن سكريات. يعني انت لو عملت قعدت تاكل في الشوكولاتات، قعدت تاكل في مشروبات غازيه، في السكريات عاليه، في العصاير والكلام ده كله، كل ده مش هياخد حجم حيز من المعده بتاعك، وفي الاخر هتبص تلاقي نفسك ما نزلتش في الوزن المطلوب او زدت شويه عن وزنك المثالي اللي انت وصلت له. فمهم جدا ان هو يبعد عن الحاجات الضاره دي، يبتدي اكتر ياخد الحاجات الفريش، حتى الخضار بتاعنا معظمنا دلوقتي بقينا نجيب خضار، نجيب كل مجمدات والحاجات دي كلها. الفاكهه برضه نسيبها فتره طويله جدا في الثلاجات وكده، عايزين ناكل حاجات الفريش، حاجات فريش دي هي اللي تدينا الفيتامينات، هي اللي هتدينا الحاجات العناصر المهمه في الاكل، ونبعد عن الحاجات اللي مش مهمه، الحاجات اللي هي هتضرني في نفس الوقت مش هتستفيدني في اي حاجه. وبالنسبه لعمليه تحويل المسار، لا، بنظبط اكلنا نص نص، يعني مش هناكل حلويات، هناكل دهون بس مش برضه مش بدرجه زياده. تمام، بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا، والحقيقه بشكرك على المعلومات القيمه دي. نشكر مع بعض دكتور علي نجيب، استشاري جراحات المناظير والسمنه، عضو الفدراليه الدوليه للسمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. بشكركم مشاهدينا، وتابعوا دايما فقرات استاذ في الطب.